أعلن معهد الطاقة منح سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة العضوية الفخرية الحصرية، وهي أعلى فئة من فئات العضوية التي يمنحها المعهد للشخصيات البارزة في مجال الطاقة المستدامة، وهو يعتبر أول بحريني وثاني شخصية خليجية تمنح لها هذه العضوية، وذلك تقديرا للدور الكبير له ولإسهاماته الفعالة في النهوض بقطاع الطاقة المستدامة في مملكة البحرين. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة. بعد التحية سعادة الدكتور، طبعا نبارك لكم الفوز بهذه الثقة، ثقة المعهد بمنحكم هذه العضوية الحصرية. ماذا يعني لكم هذا التكريم؟ شكرا لكم على التهنئة وعلى الاستضافة. بداية أود أن أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه. فهذا التكريم من إحدى وأشهر المعاهد الدولية للطاقة، ما كانت لترى النور لولا التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة. ومعهد الطاقة ومقرها في مدينة لندن هي جهة غير ربحية توفر منصة مهنية احترافية وفكرية لصناع القرار. نعم. ولديها أكثر من 20,000 عضو في جميع أنحاء العالم، وتحظى بمكانة رفيعة المستوى في الأوساط والمحافل الدولية. واختياري كأول بحريني لمنحه زمالة العضوية كفخرية حصرية يعتبر تقديرا لمكانة مملكة البحرين ورفعة اسمها في المحافل الدولية. وتمنح هذه العضوية الفخرية بناء على عملية تقييم دقيقة ورفيعة المستوى يقيم من خلالها مجلس المعهد الإسهامات والأثر الهام لعدة شخصيات وإنجازاتها في مجال الطاقة بمختلف أنواعها على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي. نعم. ويختارون نادراً ما يختارون أحد لهذه العضوية الحصرية. نعم دكتور، إذا نتحدث قليلاً أو بشكل موجز عن أهم الإنجازات التي حققتها اليوم المملكة على صعيد الطاقة المستدامة. المملكة بفضل توجيهات القيادة أصبح لديها الآن أهداف وطنية يعني معتمدة من قبل مجلس الوزراء، ولديها خطط وطنية لكيفية تحقيق هذه الأهداف الوطنية، وهناك لجنة وطنية شكلها مجلس الوزراء برئاسة رئيس هيئة الطاقة المستدامة تتابع عضويتها من جميع الوزارات المعنية، تتابع تنفيذ ما ورد في الخطط الوطنية التي وافق عليها مجلس الوزراء. وبسبب هذا التنظيم الجيد والمتقن صار لدى هيئة الطاقة المستدامة والله يحفظ جلالة الملك المفدى في أكتوبر 2019 أصدر مرسوم ملكي بإنشاء هيئة الطاقة المستدامة، وشرفني وكلفني أن أكون رئيس لهذه الهيئة. منذ ذلك الوقت أصبح لدينا الآن مصنعين لصنع الألواح الشمسية في البحرين، وعندنا مشاريع كثيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك استعمال الطاقة النظيفة لتحلية المياه، وهناك عندنا يعني خطط لكفاءة الطاقة نعمل عليها مع جميع الوزارات. والحمد لله إلى الآن تقريبا حققنا أكثر من 70% من هذه الخطط. نعم، إذا دكتور نتمنى لك كل التوفيق. سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة، شكرا جزيلا لك.